السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيحه، الله يحفظكم ويطول عمركم والله ييسر اموركم. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ هانيين، كيف داير مع الصحه؟ قبيله سرسبيل حضرتي في التحضير ديال التريد اللي تيقولوا لي المرشوش، ودرتوا اللايف انت وماماك في القناه، ودابا غنديروا التحضير ديالو كيفاش في الحطه. باش نحطوا الناس الحطه والماكله. هذاك الشيء اللي كاين. مرحبا بالضيوف. مرحبا مرحبا. يلا نعطيو غادي برده هذه. بسم الله. انا راه ما درتش الحلبه، محمد ما تيبغيش الحلبه، درته بلا حلبه. واش عوضتي بالحلبه؟ درت الفول. الفول. ما عرفتش كيفاش، ولكن المهم درت بالفول. طاحت لي الفكره بالفول ودرته بالفول. مزيان. هو دابا غنشوفوا كيف، وبالحق الفول خسر، ماشي تقول كله طاب، ما كيبانش، ما بقاش كيبان. سلسبيل. وما شتو كاع. وما صافي داب. مزيان يذوب. بصراحه الفول زوين واللي جبناه طري. الكارم بالحق ماشي الخضر، درنا الفول الكارم. كنت نعرف واش حتى القصه باش ناكلو. نشوفوا الا ما شكرتيه لينا. قبيله المشاهدين في اللايف قالوا لك خصك تبقاي ديري الدره سلسبيل الا دخلتي للمطبخ. ياك لا كلامهم معقول بصح. وكلامهم معقول، راه قلت لك في الاول. بصراحه ديما الانسان لما يدخل للكوزينه خاصو يدير الزيف. مرحبا بكم. الله يكرم، الله يكرم، الله يعطيك الصحة. اه الشكل ديال الريح تبارك الله. ياك باش خديتي؟ ايه هذا بور مشروع عقلية. الا انا شايفو. هياكل دابا. شنو كديري وغنتغدى؟ دابا غنتغدى. ما عمري غادي ناكل، تناكل بور ماش. ولكن راه ما درتش فيه الحلبة. اه وديري فيه اللي بغيتي. قال لي قبيلة. المهم غيكون بور ماش. قال لي قبيلة ديري فيه الزيت، واخا ديريه من الفوق الزيت وفي الكاميلة وناكلو. ماشي مشكل، راه ياكل كل شيء. تبارك الله، خالتي حدهم الله يخلي ليه صحيحته. امين امين. امي حدو منورات الدوار. دور عليك البيت. كيفاش قالت امي حدو؟ ما قلت حاجه. قالت لي انت زوين. قالت لي انا نور عليك الويل. تبعتي مكسر. تبعتي مكسر جاتنا. هم وحدو وقولي نسال ما في عظم. كاش كاين محمد بخيرات كاين، وكنت بعلي انت الباقيتو والحرش هذا كناها ناقص شكون اللي غاكل هذه البركه اللي ياكلوها والله دابا تاع الحسور. يا حي والله راه كلاتي هو الباقيت والحشواتي. ايوا راه عرفتها بالحرشه والباقيت. واخا ناكلو ولكن ناكلو تاع حنا ناكلو واه كل شيء تحت راس فما والله يا ميلي ناكل. انا حتى دابا غناكل اللي خص من الله. دابا حنا كلينا الطاجين تاع اليوم وحنا غناكلوه. غناكلو يا سيدي هادشي زين هاي التركرات. طب 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 ارخوني غير انا بوحدي نكملها. اه كملها يلاه. واش تي الناس واش تي الناس ديال العروبيه راه ما كاينه طحن. ما كاينش لا ورد تغديت ولا هذاك الشيء ما كاينش. هو كاع تايتحمش. اقسم جيب لي الفكاك. هو تايتحمش. ودابا دابا بجوجكم انت باغي تاكلها حق قاسم بغا ياكلها دابا كيغديها. لا قاسم على وياه. انا تا كيكملها. اي ياكل. دابا رخيني في ساعه نكملها. والله خدو عليه راه يجمعنا. أم حدوم. أه. السرسبيل راه هي اللي وجدت مع فاطمة. أيوا. يا عزيزي. وراه مرا، أنا ما غاتناولش. تعلم. شنو درتي يا سرسبيل؟ زيدوها المنبول وزيدوها الحرشة وكل شيء. قرست المسمن. أييه. راه كتعلم دابا. قطعت مع ماما الملي. قطعتو راه قطعتو خسراتو. كل مرة شوية محمد، كل مرة شوية. ماشي أول خطرة غدير الحاجة راه ما يمكنش. راه كتشوف ما كي تدير وكتبقى تعقل على داك الشيء. لا مي قطعتي مع ماما كملوي، ما عرفتيش خالك حمو غايجي كياكل قصري وحده. كنت مزي. كنت تزيدي الملوي. أنت ما شتيني كاع كاس شتي الحرارة وقلتي ما غاديش يجي. راه خلي حمو. غادي تكون تكون سرسبيل اللي حرشت ماما قالت لي حطي ليه الباقيت. الله اعلم هذاك الشيء اللي كاين. الله اعلم. عطاتو حكيت حاطه البرد ديالها تاي وحاطه الحرشه. من الزمان الحرشه الباقيت نتفقوا عليها. وين شنو قلت لك اخالي حمو فاش حطيت لك اتاي؟ ايوا قلت لك كلو قيس حتى علمتها. اخالي حمو راه كاين المرشوش. ما تكثرش ليا. وانت قلت له كلو قيس واش هو عارف راسه راه كاين داير. قلت له كلو قيس اذا ما تاكلش بزاف. قلت له حتى غرت. قلت له حتى غرت.
تاش معتي الحرشة والكمير. إيه قلت أنا الحرشة أنا ما كنت أنا كنت الحرشة خير لي من المر. إيه كينا بس. وهذا بدير عنب مع شوية وكان كل عب شوية ما تقص في الزيت. هذا بس بحاجة خلينا كل غير أنا وحدي. يا الله بسم الله. يا بسم الله. بسم الله بسم الله. تطرد علينا. يا الله علينا وش مسوس. أبينا في الرعشة ويا. بس نقول لكم خايب هادشي ولا اخته تلقاو الجوع تلقاو الجوع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ندرا واش مزيان ولا خايب وزينه ها لا ماما ما تاكلش شي شوفوا ماما سمعت قالت لي سلسبل قالت لك ما تاكليش حتى يقولوا لي الضياف واش لا لا صح غير تبعتي ما تشي كل نهار ما عطيني عجينه تاكلي بسم الله نعيمه تقول لنا شنو كاين زوين بسم الله وانتوما كتاكلوا قلتوا تبي بسم الله لا ولا دينا بلاش اقول لهم راه هذا لا ما نقولوش وانا بسم الله بس ما عطيناش شي مليح مالك فاطمه دابا انت حاطه لنا هنايا شوف واش الناس كدير في الروج كامل ولا الدجاجه كامله انت دايره لنا هنا جوج فخيضات ولا ما عرفاش شنو كاين تما هي الصراحه غير جوج فخاض وواحد شويه الصدر انا معوله غير على محمد وانايا وقاسم شو سبحان الله باش تعرف كل واحد كياكل اللي مكتب ليه الله ما عولناش على خالي حموه تبارك الله جات خالتي حدوم ونعيمه والله لا الحمد لله ملي فرحنا جاوا معنا وانا من انا ما جيت الدجاج كاع ما ديري لا غنعطوك الفخذ وديري لي عاد وما ماشي انت عندك ما تجيش الدجاج داريخ لا راه زيد خالتي لا دياد نديرو عام خاص وراك علينا ها غالبنا تبي ما شتيش غادي نخليوك بلاش غاكل بصحة وراحتكم بصحة وراحة هو ياكل الحب حنا ناكلو عمر ما شقرع ما خصناش باللحم مراكا مراكا علينا ورماش هو كلشي قول لي يا محدوم واش شحال هادي كيديروه النيت شحال تنهضر على القدام واش شحال هادي كيديروه الدجاج ولا بلا دجاج كلشي تنديرو بلا دجاج والله تا كنا نديروه بلاش من تا طلع لنا الغايلو في الحرشه تنوليو هذا تنديروه هكاك دجاج البلدي ونديرو له البلدي مالو كان عندنا عاد تايتو ديال فين قليل فين تايكون بصح وتيجيو الضياف ما تطيبو فين تمشيو من دوارنا تا المختار ومن المختار تمشيو تا الشعب لا جاك الضيف ما تلقاش والله لا لقيتي سبحان الله تيقلبوا على ما يدبحوا وتنوليو تنديرو عبر ماش كيكون بصله وماطيشه والحرور وتنديروه ناكلو ماشي ماشي بحال دابا كلشي وجد كلشي موجود تخيري وديري لي بالتي اللي رشقت لك راه ديري عارف صاب الحرشه بناقص كاع صاحب فاطمه اللي دارت الوان اتوقع على الشيء كاع دابا عندو الحرشه وقولوا الباقيط ها هو تكاله والله الا مكالي ايه وعجبك هادشي ياك هي حي حي عجبك ولكن لقيتك شبعان الله ما حضروا فيها غير المغوش وقاسم عطاتو الحرشه وزاد كملات له بالغراف ديال الماء لا صافي واه ملي يجي يشرب جوج غراف راه يشرب مالك كان قبل ما عرف شحال باقي باغي يشرب اري يا راس ابي الحرشه صافي دارت صافي نيشان والله الا مزيانه ملي كاليتيه في الحرشه واتي كره كملنا هادشي والله الا بغيتوها ليا كاع متفقين على بلعب انا سمعتها قالت بس عيطي لي قالت لي راه خالي حموشه ما بقيتش نجي عندكم انا قلت لك دبعينو الحرشه باش يخلينا بوم ماشي غنديرو لك خالي حمو عيط على محمد قلت له يا دابا خالي حمو قال لي قاسم ديري ليه كاس ديال اتاي ودبعينو الحرشه انت معوله غدير هاد الخيرات هادي وكندوي على الحرشه والباقي قول لي من فوق هاني شاف لا لا قاطع الماش ياكل الزوال الحرش كل كل عرفت لاش الزيت البلديه هنا ما راهوش خيار من هذا ولا غتكره منه ها طاح دابا تيخرج كلو قيس يا قالك كلو قيس هاي بحال ديال عمي الدم على القنفود ها كلو قيس عمي القنفود ها تا ضربات من جال الغار يخرج ما لقى من يخرج تنفخ يا ديالتي انا لقيت الحرشه ما شتا انا الخيرات هادي ايوا غندي انا غندير فيها غدا وعشا تبارك الله اما راه حيت تعجبني انا هذا سميتو تا يسحبني غنخليه لكوا وانا بغيت زعما تخلي شي حاجه نديه معايا حتى نتفش هذا بعد كليتي يا حي ومرة غنجمع لها لا غتاكل زيت
يعني ترد أقول إيوا وأنا باقي نجي على خليلكم إيوا دارتها بيا دارتها بيا وأنا دارتها بيا بعثت يهز المعشقات يبغي يزيد ياك وما تقدش بعثت لي الباكيت والحرش ما عاد تيشري الميدو أنا صافي بقيت غير تنشوف ها انت كون بغيت كون اش كتسالي والله إلا بنقص عزيز باش نجي عندكم باش نجي ما تعيشش عاكون إلا خاطر أخرى إن شاء الله غادير لك تردق إلا خاطر أخرى ماشي وعلى المرة غتكون مجوع ما تاكلوا خا تحبوا كاين لا تشوف الغدا شنو هو كاين لا تشوف الغدا كاين قدامي صافي ورقدات ما عمري ما نعاود كول لا 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 صافي تعازي عليك الكومير وحطها راه ما غنخليكش كول صاحبي مالك ما غنخليكش راه نكملها قال تقول لي محدو مال البيكاراج دات له البشكريت اللي صار سيت خوالو من ركابي عليها طاح عمى في الحرشه والكومير هز عليها مسكينه عاد وصلت ما عرفتش جات عاد حطها الكار أنا شو مرة عاد شو شو عاد بالك العقل كمان فاطمة دبعي الزيت من غلات الزيت نبقاش نديرو برماش ما عرفتش قال لي قال لي دير الزيت بزاف كثر الزيت الزعرية بغيت عاد نقامهم يبعدوا منها باش ناكل على خاطري وعاد وعاد عجبت زعما راه تهربني وعاد عجبتني عاود يزيدي ونقول لك ما يقول لك اصقع راه غيمشي الراجل يمشي يعاود عليك يقول لك كلام دهو تاع عمر يا ولو قاعد يعاود عام الطلبه والله لا مش اشورها انت تقول والله خليها ولا لا اش حتى تفشى صاحبي واو تقول قول عاش كي دير راسك من عادك انا عطيت الصحه الرطيه الصحه والرحمه اه دار سلام زعما بعتي له الحرشه اكرا كمل راه المات هو اللي طاح عندنا والله لا خاطر الحرشه قالت له نقولوا قد المات هذا قالت لي حتاك حتى درت فيها الفضه تاعك شوف السيمانه الجايه غنعيط عليك خلي حمو نعاودوها ايه عاودي كل يوم غادي كي كل يوم غادي لي حرشه غنديرها ان شاء الله ديري له لا ما نديركش الحرشه لا لا ديري له كل يوم نديرك الحرشه ولا المرشوش لا لا الحرشه شي شويه ها شي شويه لا هكا ما ديري له كل يوم الحرشه مزيان بحال ديك المره بحال ديال ديك المره صافي كل هاني ان شاء الله غنعاودو خيره ديري له بحال اليوم خيرات قولوا لي واش بنينه ولا لحقاش انا راه كنصور من الصباح بنينه واش باقي ما دريتي شوف هاد باقي الزريه والله ابو حاجه تقرديه انت راه غيخليك بلا شافك عاد على بقى لك شي حاجه ولا فين ما نجي نجلسنا كل تيقول لي انا بدا بعدا صور هاد شويه اه صور دار صورتي بارك والله العظيم حنا عينا ناكلو تاع التصوير واه دابا انت تصور كلي كلي شي بلاصتي لا يسترك لا راه بقى القنا بقى القنا محمد قلنا اللي بقات ها هي خلي بقى غير الجي اللي بقات تما دير له حقه بزاف صقعه راه غير خلي تقول القنا بعدا راه كاين الناس اللي ما عرفتش شنو هي القنا القنا هي هذه الفوقانيه هذه العلويه اه هي العلويه هذه يقولوا لها القنا ولكن هذه راه على حسابي هالبخيط بارك الله واش خليت وهذا هرقوه بيناتكم صافي لا عطيك الصحه هذا خليه ليا ولكن تشبع من دوسه انا تنجري قاعده ها شبعت شبع غنتاكي هايكم نقصتكم نوضو نطيبوا وحده راس كاع نمشي يقول لها تمور يقول لهم واحد الغول لقيتوه شايل من راسك انا قلت لك دابا لا بصح قلت لي يقولوا حد لي مرشوش كنا واحد الغول والله عا غادي نقول والله انا باقي هو الغالب ديالو غير الرجاء وإذا يكون بقى غادي يقردو والله عز عليا دابا انا كنقول وانت يا خالتي من دوطا غير مزينات وشبعت ما عجبنيش بكري راه قالت له كلوا قال لي راه عباد عز عليا خالتي شتا خير مني ما علمتكمش اه هو قالت لي خير هو كلشي اخبار شتي ما هي هادي حنا اللي شمتنا ايوا المرشوش كليناه ضروري كويس ديالاتي من فوق المرشوش بصح باش كيهضم المرشوش باش كيتهضم ايوا عرفتي الا هضم غنولي ناكل لك الشيء اللي باقي في القصيريه راه كول ماشي مشكل اللي تلاصل بيها مشى فيها زيد عاوتاني البراد ديال ارتج غنديرو الخلي في الطاسه نديرو الخلي في الطاسه لا ناكل هذاكم الله كون خليتيني نشرب غا واحد ربعه من تماك والله العظيم ما جات في المرشوش ها اتي دابا تشربتي الله صافي بغيتي اتي اشربي كتشم من فوق صافي شي عام اللي تنفختي ما كليتيش معايا بالله غتسقيها ادرتها ليا صافي ورا انت غتسقي من هو صاو والحرشه دابا غدير تشرب تاعي غتسقيها دابا راه قصحت لي كرشك عندك قد ما تشرب عندك تقولي له فانيكو محمد كي قلت كي قلت لا 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 ما حد منورتي فيديو
قلت له ايه لان اقول عليك الوي زعما بغات قلت له ايه نور الله ينور عليك الوي مقبوله منها دايما عاد تقولي لوكا شات عوجه لها فمك كيما قالت لها هي فمك تايفلت ايوا ما عرفها كيف بسم الله ما كاينش حاجه فاطمه وين يا تت ما كنت تمشي في البلوخه قاعده تتزين خدك تجي في هذاك بقيت الحلوه كاس واش من كاس هذا خيرات عجبني الحلوى قاسم راجل من حالي ايات الحلوى نحطها لك الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه درتها بالصح وهو يطلب الحلوى كل كره انت ما تغديتيش كمل كم درتها بالصح بسم الله كول سيدي كول اخلي حمو مسكين راه ماكلاش مزيان خصيه غير واحد تحيه لواحد السيد واحد الانسان اللي هو عزيز هو كلشي عزيز صراحه كاع المشاهدين كلهم عزاز المتابعين كاملين وغير قويله واحد السيد اتصل بنا السي عبد الحق من اسبانيا وتحيه ليه الله يكرمه مسكين الله يشد معز عليه لا عنده شي وليدات الله يخليهم ليه رسول فيك الله يسول سول على ام يحدهم سول على فاطمه سول على كلشي الله يكرمه هو وليداته الحمد لله راه معزز علينا كلشي عزيز علينا قريب وكلشي الله يسول فينا الله يسول فيهم الخير كنسلموا عليهم وراهم عزاز وغاليين الله يحفظهم وخوتنا المسلمين كاملين فين ما كانوا لا الجزائريين ولا التوانسه ولا الليبيين ولا العراقيين ولا اللي كان كاع العرب كاملين كلهم خوتنا اللهم لك الحمد كلشي خوت الله يحفظهم يا ربي امين وسلام عليكم الله يعاونكم الله يعاونكم هاد الساعه